تعرفون انه بحسب اخر الدراسات احنا بحاجة الى انه ننال الاعجاب 27 مرة متتالية حتى نقدر انه نمحي انطباع واحد سيء تركناه عند الاخرين. بستايل مي نأمل طبعا ان تترك المشتركات الثلاثة افضل انطباعات عند الحكام، وبالختام الافضل هي اللي حتفوز. نستقبل الليلة كل من إيمي، آيا، ورنا. إيمي تعترف إنها خجولة ولكنها بالوقت نفسها مرحة وتحب الحياة. تتابع الموضة وآخر صيحاتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهي معجبة بأسلوب الفنانة يارا. بالنسبة لها للانتقاد وجهين، البناء اللي تاخذ بيه والفارغ اللي تتجاهله. آمالها بالفوز الليلة بنسبة 50%. آيا بدون تردد تعترف إنها عصبية جداً وعنيدة جداً وحساسة جداً جداً. هي متابعة جيدة للموضة، من النادر أن تعتمد اللوك نفسه مرتين، وتفرح بالانتقاد لا سيما عندما يأتي من المختصين، وهي واثقة أن الفوز من نصيبها بنسبة 90%. رنا تأكد أنها تعلمت أن تتغاضى عن كل ما يزعجها مع أنها عصبية جداً. أسلوبها مجنون يشبه شخصيتها المتقلبة واللي تبحث عن كل ما هو مختلف، فهي قد تعجبها طلات مي عز الدين البسيطة وبنفس الوقت طلعت مريم فارس الجريئة، وتأمل الفوز بنسبة 80%. مساء الخير. يبدو أنه مو من السهل أبداً كسر الانطباع الأول، من هنا تيجي أهمية تجنيد كل مشتركة لكامل طاقاتها وإمكانياتها، وذلك لاختيار أفضل الطلات تباعاً ووفقاً لموضوع كل تحدي من التحديات الثلاثة. إحنا موجودين في محلات روبنسونز في دبي فيستيفال سيتي، تتواجد ويانا طبعاً لجنة الحكام المؤلفة من شيرين زعتري مدونة لايفستايل، لما جمال مدونة دبي ستريت ستايل على إنستغرام، رحمة ميعاري منسقة مظهر. بما أن الانطباع الأول يحتل حيزاً كبيراً عند الحكام، طلبنا من كل مشتركة اعتماد طلة تعبر عن شخصيتها. سوية حنستمع إلى آراء الحكام بما يخص هذه الطلات. عسلامة، اسمي إيمي، عمري 29 سنة، من تونس. اشتركت بالبرنامج لأنه تفرجت على الحلقات وحبيت الفكرة والمغامرة، وحبيت نعمل تيست الذوقي خاطر it's a good experience. أنا نحب الشوبينج برشا، نعمل شوبينج مرتين في الشهر. بصراحة ما بعمل شوبينج أونلاين لأنه sometimes السايز ممكن ما تكونش قياسي، فنفضل أنه نعمل شوبينج face to face. الستيل المفضل بالنسبة لي هو الستيل السيمبل اللي ماهوش شارج يعني برشا. القطعة الأساسية اللي لازم تكون موجودة في خزانتي هي الدرس، لأنه نحسه يفت في أي مكان نمشي له ويخليني مرتاحة في أي طلعة. نتخيل نسبة الربح بالنسبة لي اليوم هي 50-50، على خاطر it depends على برشا عوامل يعني.
التيشيرين طينا رأيك بستايل إيمي؟ التيشيرت لحالة كتير حلوة، حسيت الجينز منه كتير لابق مع لون التيشيرت لأنه أبيض بأبيض وكتير فرق باللون، فضلها مع جينز أسود، ولأنه كتير القد ضيقة على إجريك تفضل لو مش صعدال تلبس شي مسكر بإجرها. الباج كنت بفضل مثلا لو بتحط شي بلت أو مثل هدول الدرجين الباجز مع بلت على حدود الخصر بتطلع مهضوء مع هيك ستيل. لما شو رأيك؟ أنا حبيت إجمالا اللوك اللي لبسته، حبيت لابق لجسمها الستايل، بتقدر تظهر فيه حتى بالليل كاجوال أوتينغز. بس التعليق الوحيد على الباج كتير هيك ستراكتشرد وشوي بلكي، كنت بفضل شي باج كاجوال أكتر، كان بيعطي كمان فن لوك أكتر لللوك اللي لبسته. رحمة شنو تعليقك؟ هلا هي عارفة تختار شي يناسب جسمها لأنه ما في عندها يعني دفويات، بس أنا ما بفضل هذا اللوك. يعني ممكن التيشيرت مقبولة حلوة، أنا بحكي عن رأيي، أنا نفسي ما بحب الأشياء تكون اللميعة، فضل أن تلبس شيء أكتر مثلا يعطيها لوك من تحت، مثلا بانتس تكون أوسع أو يكون فيه حركة أكتر بس مش ديتيلز. شوز كمان بفضل لأنه هي مختارة اللوك كاجوال بس بنفس الوقت على سهرة، بفضل يكون أكتر سمارت كاجوال. الشنطة كمان لو شيء كمان أكتر يناسب اللي أنت لابستيه، على شيء أصغر على شيء أكتر كاجوال. حبيت اختيارك للقطع، بس الشيء الوحيد اللي ما حبيته مثل ما قالت شيرين اختيار الألوان. أنا نحترم رأيهم أكيد، لكن نعتبر أنه هذه حاجة تشبهني، يعني تشبه شخصيتي، فنسقتها على هالطريقة. مش نحاول ناخذ الملاحظات بعين الاعتبار، لأنه في النهاية هي التشالنج لازم ينول رضاؤن، فمش نحاول قد ما نجم ناخذ بعين الاعتبار هالملاحظات. اسمي آية صلاح من مصر، عمري 25. بحب الشوبينج جدا، وتقريبا يوميا بسوي شوبينج، مش لازم بكمية كبيرة، بس ممكن اشتري يوم دريس، ممكن اشتري يوم شوز، ممكن اشتري يوم اكسسوارز، بس غالبا كل يوم بشتري حاجة. ساعات كتير بعمل شوبينج اونلاين مع اني بخاف، ساعات من الماتيريال، ساعات الحاجة اللي اشتريتها ما تليقش عليا. ستايلي مش حاجة معينة، لأني بحب الاختلاف والتغيير، بحب اللوك بتاعي يطلع على طول مختلف. فعمتنا أنا الصبح بحب السبورت وير جدا، بحب أن أنا أبقى لابسة حاجة مريحاني لايقة عليا خفيفة، وأنا رايحة شغلي بضطر أن أنا ألبس شوية فورمال. بالليل بقى لو نزلة مع صحابي بتبقى جينز كاجوال وير كده. 90% ممكن أربح. رحمة شو الفكرة اللي أخذتيها على ستايل آية؟ في كتير تفاصيل، يعني اللون الأحمر بالبقلة، بس ما كان بفضل الجينز، حبيته كتير بس ما كان فضلت القميص مع هذا الجينز، ما كان فضلت تحط البلت. الشنطة كان ممكن تطلع زابطة لو أنك لابس الشيء سادة أكتر. القميص المفتوح على الكتاف أنا ما حبيت أصلاً، لما نزلت الترند ما عجبتني لأنه بتعمل الكتاف كأنه قاشطة قد ما كان الجسم حلو، فأنا هذا الستيل ما بفضله. ومع الجينز كمان ما طالع حلو لأنه في عندك تفاصيل لحاله، الجينز is perfect. الشوز كمان طالع لابق مع اللي انت لابستيه، بس الحلق مثلا كمان مع الشميز، عشانك انت عشان تعرفي انه دائما حاولي انك تقللي من التفاصيل اكثر ما انك تعجقي، فبيطلع احلى كل ما كان سمبل، لانه زي ما خبرتك في عندك هون الورود، البسي شيء اكثر سمبل. لما شو رايك؟ اللوك اللي لبسته للجينز بدنا ننطلق منه شوية رومانتك، سو بفضل كان لو لون القميص، مع انه اللون اللي بقلك لون القميص لون ابيض، كنت خففتي شوي من حدية التفاصيل. كان كمان الاكسسوارز ما بينوا هالقد قاسيين على اللوك بهيدا اللون الاسود اللي انت لبستيهم، كان لو غير الوان الاكسسوارز كمان كانوا خففوا من حدية اللوك. شيرين شو رأيك؟ أنا بوافق البنات، اللونين الأحمر مع بعضهم واو، يعني كان لازم تكسر بشي. أنا كنت أفضل مع بلين وايت تي شيرت، كان بيطلع هيك
مطفى يمكن أكتر بقدر أقول اللون. وكنت بفضل لو شعراتك نازلين مع هيدا القميص. بس إنه اللوك هو كتير مهضوم، بس إيه فيك شوية تفاصيل كان فيك تخفف من اللوك. أي يعني حبيت اختيارك للجينز، بس أكيد مثل ما قالوا الجوري يمكن مو ويا هذا القميص وبدون الحزام طالع اللوك شوية صارخ أو شارب، فيحتاج تونينج داون أو يهدى أكثر، فنقلل تفاصيل يمكن ستايل مختلف من الإيرينجز. بس اختيارك للألوان حلو بالنسبة لبشرتك الأحمر، والجينز يعني مثل هاللون مثل هالستايل فضلوا ويا لون فاتح. رأيهم طبعا استفدت منه جدا وهحاول أنا ألتزم بيه، بس أنا بحب اللوك يبقى لافت أو يبقى صارخ، فحاولت إن أنا ألفت وإن أنا أشد أرفع شعري إن الشميز يبقى لونه صارخ شوية، بس هحاول إن أنا أوفق عشان خاطر أنا الإعجاب لجنة الحكم. ايه بتخيل نسبة ربح اليوم 50% اكيد مش اكثر. انطينا رايك بالستايل اللي مختاره ترنا. رنا ستيلها كتير مميز، أنا لقيته غجري عصري في كتير ابتكار، بس أنا على الصعيد الشخصي ما بفضل هيدا الستيل، في كتير تفاصيل قوية، الأكسسوريز زيتيون شوي يعني النكلس الأساور بالإيد الديتيلز على الباجز الحلق أوريدي كتير كبير، يعني أنا على الصعيد الشخصي حسيت أنه كتير زايدة تفاصيل أوريدي الشوز ستيتمنت بيس بحد ذاته، البلت اللي حطيتيه الستايل السكيرت مع الليجن كمان هو ستيتمنت بيس. So, لك بشكل يومي أنا على الصعيد الشخصي بفضل أنه التفاصيل كتير أقل، حتى لو حبيت كون أنه أعطي هذا الانطباع الغجري. شيرين شو رأيك؟ مهضوم الستيل كتير، بس مثل ما قالت لما كتير في تفاصيل وما بتعرفي على شو بدك تطلع، على الإيدين ولا على الشوز كتير قوي، وهذا اللي على خصرة كمان يعني ألوان كتير قوية، أنا كنت بفضل أقل ألوان. رحمة نفس الرأي؟ نفس الرأي، بما أنه الترند أنه فيك تحطي أكثر من برنت مع بعض، بس مش بهذه الطريقة، ما بفضلها لأنه لازم تخفف البنت من التفاصيل من الإكسسوار من الألوان، أنت حاطة كتير أفكار، فلازم تركزي على فكرة واحدة، أنت شو حابة تعطي رسالة أو شو شخصيتك أنت. فنصيحة لإلك حاول أنك تتجهي للشيء أبسط، الألوان، اختيار الإكسسوارات، الفضي مع الذهبي على رقبتك، الحلق، عرفتي كيف؟ فحاول أنك تتون it down، أقل تفاصيل. رنا أنا أشوف عندك شيء مميز باختيارك للقطع وعندك لمسة خاصة من شخصيتك بالأوتفيت، بس أحس لو ما تسوين كل الأفكار سوا بلوك واحد يطلع اللوك أهدى وأحلى. أنا حابة الألوان مع بعضيها لأن أنا ستايلي أصلاً كده كريزي مجنونة، بحب كل الألوان، بحب كل حاجة مختلفة، ما بحبش حاجة متناسقة، ما بحبش ألبس طقم شبه بعضه، ما بحبش أنسق الطقم مع بعضه. بحاول على قد ما أقدر إن أنا أقلل شوية من الجنون بتاعي، وبلبس الألوان الهادية، يمكن أكون عند حسن ظنه.
لا شك أنه الكل صبية أسلوبها الخاص، وكل واحدة منهم سمعت آراء وتعليقات الحكام. يبقى طبعاً أن تأخذ هذه التعليقات بعين الاعتبار خلال التحدي الأول بهدف تسجيل أكبر نسبة رضا وإعجاب عند لجنة الحكم. فبالنهاية هم أصحاب القرار وكلمة الفصل باختيار الفائزة بستايل مي عندهم. قبل إطلاق التنافس الفعلي وإعلان موضوع التحدي، لابد من الإشارة إلى أن الفائزة حتغادر التجربة مع جائزتين قيمتين، الأولى قسيمة بقيمة 2000 درهم مقدمة من محلات روبنسونز، والثانية هي قسيمة بقيمة 3000 درهم مقدمة من علامة بوكا أند بوكا. وبالعودة إلى التحدي الأول، على المشتركات تنسيق طلة مميزة قوامها سروال ذو خصر عالي خلال 30 دقيقة، وإمكانية إدخال 15 قطعة إلى غرفة تبديل الملابس. Go. أول تحدي للبنات الهاي ويست فانت، فخلينا نشوف شنو الستايل اللي اختاروا. اختاريتي لقيتي فانت؟ أنا بانس هاي ويست، أوكي بس الأسود، الأسود هاي ويست ولا هاي ويست؟ نو بلاك. عم فكر انه اطلع من الوايت لانه بالمره الاولى لبست وايت فمش كثير حلو. هوري باك 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 باك. I need the back حلو. اوكي قبل الفاصل وخلال المرور الأول للمشتركات أمام اللجنة، لم تحظى إيمي بإعجاب الحكام اللي اعتبروا أن القصات تبرز جسمها بشكل جيد، ولكن التنسيق غير موفق. ولأنه كتير القد ضيقة على إجريك، تفضل لو مش صادرة تلبس شي مسكر بإجراء. زحمة التفاصيل بطلت آية لم تكن لمصلحتها، وعلى الرغم من أنه اللون الأحمر يليق بيها، إلا أنه اعتمادها بهذه الطلة بالتحديد لم يكن جيد. بطلع أحلى كل ما كان سمبل، لأنه زي ما خبرتك في عندي كون لورود، إلبس الشي أكتر سمبل. أكد الحكام أنه رنا تتمتع بقدرة على الابتكار، وبدأ هذا الشيء واضح بطلتها، ولكنها بالغت بالتفاصيل فأضاعت هويتها. أفضل أنه التفاصيل كتير أقل حتى لو حبيت تكون أنه أعطي هذا الانطباع الغجري. هل استطاعت المشتركات الاستفادة من تعليقات ونصائح الحكام لتقديم طلة متكاملة بالتحدي الأول؟ ونشير إلى أنه موضوع التحدي كان السروال ذو الخصر العالي. تتغير صيحات الموضة كل فترة، ولكن السروال ذو الخصر العالي اتخذ مكان لنفسه بين كلاسيكيات الموضة، وهذا الشيء خليه موجود على الدوام كأحد أبرز الخيارات حتى تكون الصبية ستايلش. كيف نسقت المشتركات خلال 30 دقيقة، علما أنه كان بإمكانهم إدخال 15 قطعة إلى الفيتينج روم؟ رحمة، شو تعليقك على اختيار إيمي للتحدي الأول اللي هو الهاي ويست فانس؟ بالأربعينات كان في تو سيلبرتيز، غريتا غاربو وكاثرين هابرن، أول شخصيتين سيدات لبسوا الخصر العالي، وهلا بال 2018 نحن كمان دارج عنا. حبيت الألوان اللي مختارتها، مناسبتها والبرنت هي فيري ترندي هلا، بس ما حبيت إنه الشنطة كمان فيها برنت، لو لابسة شيء سادة مع هذه الشنطة كان لبق لها أكثر.
لما شو رأيك؟ أنا حبيت اللوك إجمالاً وبخالف رحمة حبيت الباج It's blending مع اللوك بالعكس، بس يمكن شوي ما حبيت تفاصيل بسيطة بالبنطلون اللي لبسته من قدام، شوي قصته من قدام عند الزيبرز، كنت بفضل تكون معمولة بغير طريقة، بس غير هيك اللوك حلو. شيرين شو رأيك؟ أنا حبيت كتير هذا الترند تبعت الأنيمال برينت، بس اللي ما حبيته لأنه الأبيض أوريدي لون كتير قوي مع البرنت، حسيته كتير يعني بدها كان شيء بنطلون أسود مع شيء ساك كمان سادة بيطلع كان أحلى لحتى يبرز التوب من فوق. إيمي أنا حبيت اختيارك الألوان الأبيض ويا البرنت، ومثل ما قالوا الليبرد ترند هسه حاليا، بس ما حبيت اختيارك للباج، أحسها يعني حاطة هواية ديتيلز وتفاصيل على اللوك الكامل، لو بدونها يطلع أحلى. هلا انا بصراحه شفت انه معظم اللجنه حبوا اللوك مش وحتى الالوان شافوها اوكي، بس كان في شويه اعتراض على الشنطه لانه شافوها زودت يعني كان لازم نختار شنطه تكسر اللوك شوي، بس عموما بالعكس حسيت ان هم راضيين عن اللوك تبعي. هلا هم فعلا اعتبروا انه الشنطه مش كتير فيتنج مع بقيه اللبسه، واعتبروا انه الالوان الابيض مع التايجر خلقت شويه كونتراست ما حبوهش، فاما عموما يعني ات واز اوكي. نحاول في الاوتفيت اللي جاي انه انا ننسق اكثر باش نال اعجابهم. شيرين حبيتي ستايل آية لهذا التحدي؟ كثير حبيت اللوك هالمره، بس في شيء تعديل كثير بسيط، كنت بفضل لو البنطلون يكون مخصور شوي اكثر بس ليبين الجزء العلوي من الجسم يعني مبين أكتر. لما شو رأيك؟ كتير حبيت اللوك اللي اخترته، البنطلون الخص العالي كمان اللي اخترته كتير حلو كمان، بس بده شوية تخصور أكتر حتى يبرز بطريقة أحلى الجسم. رحمة نفس الرأي؟ كتير حبيت إن اختارت اللون الأخضر كمان، والبنطلون كتير لبقلة، بس بفضل كانت تختار تيشيرت بلين أو تختار شي بلاك دونتيل، بس الاختيار موفق كتير. اي اعتقد اغلبنا حبينا اختيارك، اختيار البانتس كان جدا موفق، وحبيت الستايل مال الجاكيت كيف لابسته واختيارك الاكسسوارز، اي ثينك اللوك اوفر اول حلو. الحكام عجبهم الطلاب بس اعترضوا على التيشيرت، كانوا حابين ان هو يبقى لون تاني، بس ما اعرفش انا حسيت ان انا لو خارجه بالليل هنزل كده، عندي عيد ميلاد عندي مناسبه بسيطه كده ممكن انزل بيها بالطله دي، لان انا برضو مش عايزه حاجه تكبر سني قوي، في نفس الوقت عايزه حاجه برضو ما فيها من السم فين بين الكاجوال وبين الكلاسيك شويه، بس حبيت انه بقى تيشيرت مش شميز او حاجه. لما حبيتي او ما حبيتي اختيار رنا لهذا التحدي؟ اكثر ما حبيت لانه قصه البنطلون هو المفروض كخصر عالي تكون قصته اعلى، يعني ضايع البنطلون مش قاعد لا على الخصر ولا تحت الخصر، يا بده يكون اعلى قصته او بده يكون البنطلون شوي اقصر كروبت من تحت اذا بدها تعتمد هيدا الستيل. وعندي كمان ملاحظة على الباج، مختارة كمان لون قوي، كنت بفضل انه يكون اكثر من تون واحد الباج حتى يكسر شوي خفف حدية البلوك كولرز اللي هي لابستهم. شيرين شو رأيك؟ أنا حبيت كثير اللوك all in all، بس مثل ما قالت لما هو يعني ضايع البنطلون، لا هو هاي ويست ولا هو بنطلون خصر واطي، الشغلة بس الوحيدة بس الشوز كنت بفضل شيء نيود كولرز، تروح على نيود كولرز وكمان تنقي باك كمان نيود لأنه أوريدي البنطلون لونه قوي. بس لا رحمة شو رأيك؟ أنا تعليقي الوحيد هو كمان عشان إنه المفروض كان يكون هاي ويست البانس، بس انا اللوك حبيته عليها، حبيت الالوان اللي مختارتها، بحب الالوان تكون قريبه من بعض الشنطه والبانس، بس كان بفضل انك تختاري حسب الثيم. رنا اعتقد لو تحدي ما كان هاي ويست بانس اللوك يعني اي لاف ات اعتبره جدا حلو، بس لانه مثل ما قالوا البنطلون محيرنا شوي، يعني لا هو هاي ويست ولا هو لو، بس اختيار الالوان حلو، حبيت اختيارك للاكسسوارز الشوز والباج، بس الشوز لو لون ثاني بنفس الستايل هم يطلع احلى.
تعليقاتهم أكيدة، لأن فعلا البنطلون كان مفروض يبقى هاي وسط أكتر من كده، بس أنا معظم الحاجات اللي اخترتها ما جاتش السايز بتاعي للأسفين. آخر دقيقة بدلت كل حاجة، كل حاجة تقريبا. يعتبر التحدي الثاني الامتحان الأصعب للمشتركات، إذ تغادر بحكم نتيجته واحدة منهم، ومن هنا إلزامية اختيار الطلة الأنسب لموضوع التحدي، وذلك لضمان الاستمرار إلى المرحلة النهائية. الصبايا مدعوات لمشاهدة عرض كوميدي ساخر على مسرح أوبرا دبي، 25 دقيقة وإمكانية إدخال 10 قطع إلى غرفة تبديل الملابس. يا رب المرة دي ألحق أعمل حاجة. أوكي. هيدا مزيان؟ This is medium. Medium and small. This size? One, two, three, four. أخضر 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 أزرق. شنطة تتتتا. عايزة واحدة حمرا. عايزة شنطة حمرا. I'm not sure. خلينا نشوف شنو البراند. انتي بس متعبة. Let's play it safe and take the black. قبل الفاصل اختارت ايمي تنسيق اللون الابيض مع طبعة النمر، وهالشيء أعجب كل من رحمة ولما، علما أنهم ما اتفقوا بما يخص الحقيبة. أما شيرين فقد وجدت أن السروال الأبيض قوي بعض الشيء مع طبعة النمر، وكان من المفضل اختيار سروال باللون الأسود. الأبيض أوريدي لون كتير قوي، مع البرنت حسيته كتير، يعني بدها كان شيء بنطلون أسود. طلت آية بالمقابل كانت موفقة جدا، نالت إعجاب كل الحكام اللي أجمعوا على أن الخصر كان يجب أن يكون محدد أكثر. اختيار موفق كتير. أما بالنسبة لرنا فقد بدأ السروال بمنطقة وسطية، ليس ذو خصر عالي وليس ذو خصر منخفض، علما أن التنسيق لم يكن جيد. ضايع البنطلون مش قاعد لا على الخصر ولا تحت الخصر، يا بده يكون أعلى قصته أو بده يكون البنطلون شوي أقصر كروبت من تحت إذا بدها تعتمد هيدا الستيل. هل سيتحسن أداء المشتركات خلال التحدي الثاني؟ ومن منهم حتنجح باختيار لوك مناسب لحضور عرض كوميدي ساخر بأوبرا دبي؟ قمنا بدعوة الصبايا لمشاهدة عرض كوميدي ساخر على مسرح أوبرا دبي، وسوية حنتعرف على اختياراتهم، علما أنه كان أمامهم 25 دقيقة وإمكانية إدخال 10 قطع إلى غرفة تبديل الملابس. شيرين صرنا بالتحدي الثاني، انطينا رأيك بالاختيار اللي اختارته أيمي لحضور الكوميدي شو بالدبي أوبرا. هلا هو الفستان كتير حلو، بس for a stand-up comedy I think شوي over، بس يعني لا stand-up comedy، لأي سهرة بالأوبرا بفتكر كان بيكون كتير حلو مش شوي. لما شو رأيك؟ وافقة بالرأي، بس عندي كمان ملاحظة. لو اعتبرنا انه هيدا اللوك مناسب للستاند اب كوميدي مع انه شوي مبالغ فيه، مع هيك دريس بفضل تحملي كلاتش مش جزدين بهالحجم معه. رحمة رأيك؟ انا ما حبيت ابدا، لانه هي الكات اوكي مناسبتها، بس طبعا هي خارج الثيم. لازم كانت تلبسي شيء اكثر كاجوال، حتى كاكسسوار كشنطة ما اختارتيها ما في شيء متناسق ابدا. I'm sorry. Amy, I think كلنا نتفق الفستان واحدة حلو كقطعة بحد ذاتها، بس التنسيق ويا الباق أولا يعني شوية شكله غلط، وثاني شيء إنه it's too much للتحدي اللي ضيناتيا. مع
أعتقد اللي عندهم الحق. أنا فيدي كيف فكرت في الموضوع، لقيت أنه حفلة ستاند أب في دار الأوبرا مش محتاجة هالقد، لكن صراحة ضغط الوقت خليني أنه أنا تلخبطت شوية، فإتس أوكي. صراحة حسيت لي هي خطأ فادح، وفما احتمال كبير يتم استبعادي. رحمة، شو رأيك باختيار آية؟ حبيت تنسيقها للقطع The Edgy Rock Style. هلا ممكن يكون أقل من هيك بشوي، لأنه شكلك كأنك رايحة على كونسرت أكثر ما رايحة على أوبرا لحتى تحضري ستاند أب كوميدي. But in general إنه بحييك إن اخترتي أشياء حلوة. لا، ما شو رأيك؟ بوافق رحمة الكومنت اللي قالته. كان ممكن تغيري البوت مثلا، تلبسي ستيلتو شوز مسكر، أو ممكن تغيري الجاكيت خلي البوتس، بس شوي مع بعضهم عطا كتير أجي لوك خارج كونسرت أكتر مش من أوبرا ستاند أب كوميدي. شيرين، أنت حبيتي اللوك؟ أنا بوافق عن الرأي. اللوك حلو، بس في كم شغلة كان فيها تغيرهم، مثل الشوز. التنورة كتير حلوة لو نلبس لبادي مثلا. الجاكيت كان فيها تنفتح بطريقة هيك، كان فيها يعني تعطي شوي كلاسيكال أكثر خارج ستاند أب كوميدي. يعني ستاند أب كوميدي هو بالنهاية، بس لأنه يمكن بالأوبرا كان فيه بس أقل شوي ستودز. عم بحكي آية، I think التنسيق عندك والستايلينج صح وحلو، يعني تعرفين تحطين قطع مع بعض، بس المكان أو الإيفنت يمكن كان لازم تغيرين ستايل الشوز، أو يعني you add something شوية على مود تغيرين اللوك، بس هو كستايلينج كتنسيق حلو. احترم رأيهم جدا، بس انا لو كنت رايحه ستاند اب كوميدي كنت هلبس كده، يعني عكس مثلا ببقى رايحه الحفله مثلا مغني او لحد انا حابه ان انا احضره، هبقى لابسه دريس او لابسه شيء تاني. خايفه مثلا 80%، مش عشان خاطر الطله الاخيره، لا عشان خاطر لحد اخر وقت هيبقى في ريسك ان انا اكمل او ما اكملش. لما سمعينا رايك باختيارنا، بعتقد رنا اختيارها للفستان موفق للأوبرا وموفق للحدث اللي عم يصير بالأوبرا. اختيار الشوز حلو، الباك حلو، بس عندي شوي كومنت صغير على النكلس. بفضل انه تكون، بما انه قبت الفستان فيناك، يكون شيء هيك دروب اكثر او بندنت اكثر، بس اجمالا لقلك حلو. شيرين، شو رايك؟ انا بوافق لما رايي كثير حلو الفستان، يعني هيدا فستان ممكن انا البسه لهالدرجه، حبيته. فيري نايس لوك كله. رحمه، I like the dress on her، بس في الكومبينيشن الشنطة والاكسسوريز ما حبيت، بس برجع بحكي انه I wouldn't choose this حتى احضر اوبرا ستاند اب كوميدي. رنا، الفستان بحد ذاته حلو، انا بس ما حبيت الاختيار مال الاكسسوريز، يعني من الباج والشوز كان ممكن اروح على لون ثاني واكسسوريز ثانية شوية طلعش من ستايل الكلاسيك. انا حبيت اللون الاسود الشنطه مع الدريس، سيمبل كتير الاثنين. لبست الشوز لون تاني مختلف عشان اكسر الاسود، واكسسوار كمان حبيته ناعم، الابيض مع السيلفر كتير لايق الطقم مع بعضه. انا حبيت الطقم كتير. اكيد انا خايفه ان انا اطلع المرحله الجايه، بس تعليقات الحكام مديني امل شويه. سمعنا الآراء الحكام وتعليقاتهم الخاصة بكل طلة، والآن حان وقت التشاور لاختيار المشتركة الأقل حظاً واللي حتنتهي مغامرتها بستايلمي. وصلنا لأول قرار، صار لازم تختارون أول مشتركة حتغادرنا اليوم. كلنا نعرف أنه ستايل مي يقدم للمشتركات تجربة تنافسية ودية، ولكن هالشي أكيد ما يلغي شعور الخسارة عند المشتركة اللي حينتهي مشوارها ويانا. فأكيد بالنهاية ما أحد من عندنا يحب الخسارة أو يتقبلها برحابة صدر، ولكن هذه هي شروط البرنامج والكل على معرفة مسبقة بها. استعرض الحكام الطلات الخاصة بالمشتركات
تشاوروا وقرروا أن الصبية اللي حتغادرنا حتكون ما بين إيمي، آيا ورنا طبقاً لشروط البرنامج والتزامكم بالتحديات. اللجنة اختارت أنه البنت اللي حتغادرنا هي إيمي. صراحة يعني مانيش زعلانة برشا، على خاطر هي في النهاية لعبة يعني it's for fun after all، وانبسطت فيها. أما حبيت نكمل للآخر أكيد، يعني فما حتى حد يحب الخسارة. أي أنا كنت أتوقع هذا، على خاطر فعلا كانت غلطة كبيرة، غلطة الفستان. لو كنت فكرت دقيقة بركة، دقيقة فقط، كنت ما كنتش راح نلبسه، كنت باش نلبس فستان آخر أنا من الأساس. بس it happened، ويمكن شوية تركيز في الآخر ما كانش في صفي. تعلمت أنه نختار اللبسة المناسبة للإيفنت، يعني نفكر شوية قبل ما نختار اللبسة لحتى تكون بالضبط ماتشينج على الإيفنت المناسب. بس صرنا أمام التحدي الثالث والأخير، التحدي اللي حيحدد الفائز الليلة بستايمي. مشتركتين نجحوا بالوصول إلى هذه النقطة، ولكن وحدة فقط حيعلن اسمها بالختام. مشتركتين حيقدمون أفضل ما عندهم، ولكن وحدة فقط حتكون الأفضل وحتفوز بقسيمتين شرائيتين، وحدة بقيمة 2000 درهم مقدمة من محلات روبنسونز، وحدة بقيمة 3000 درهم مقدمة من علامة بوكا أند بوكا. وقبل إعلان مهمة المشتركتين، نذكركم أنه خلال هذا التحدي قررنا جعل فرصة الفوز متساوية، لذلك قمنا باختيار قطعة واحدة موحدة، وحتقوم كل وحدة منهم تنسيقها تبعا لمفهومها وشخصيتها. والقطعة أو موضوع التحدي هي الجمبر. أمامهم 20 دقيقة وإمكانية إدخال 7 قطع إضافية إلى غرفة تبديل الملابس. مش عارفة أنا ليه تأخير، مش مني على فكرة بجد المرة دي. فاست فاست شوت شوت شوت. رنا؟ نعم. خلصتي اللوك؟ خلصتي على الشوز يعني خلص؟ لسه الشنطة مش لاقية أبيض. شفت هذا البانت أخذتي وياها؟ لسه بجرب. أوكي. نو. والله نكره، تعرف ان احنا نجيب نظاره بسرعه. جينز، تشيك جينز اجين. اوكي. كاجوال اكسسوارز. اوكي. كفى، انا راح البس. انا متوتره كده كده مش عارفه. قبل الفاصل وقفت إيمي أمام الحكام بفستان أحمر طويل أبرز قوامها بشكل جميل، ولكن للأسف كان مبالغ به تبعاً لموضوع التحدي. لازم كانت تلبسي شيء أكثر كاجوال، حتى كأكسسوار كشنطة مختارتيها ما في شيء متناسق أبداً. آية من جهتها اختارت طلة جيدة ونسقتها بشكل مناسب لجسمها، ولكن بدأ أنها ذاهبة إلى حفل روك ان رول أكثر منه إلى أوبرا دبي. أجي لوك خارج كونسرت أكثر مش من أوبرا ستاند أب كوميدي. أما رنا فمع أنه الفستان المخرم نال إعجاب كل الحكام، هيدا فستان ممكن أنا ألبسه لهالدرجة، حبيته very nice look كله. إلا أنه التنسيق لم يكن متكامل، لا سيما من ناحية الأكسسوار والحقيبة. وبنهاية التحدي الثاني انتهت مغامرة إيمي. أما التحدي الثالث فحيفصل بين آية ورنا وموضوع الجامبر. اكتسبت الجامبر بعداً مختلف، وأصبح بالإمكان اعتمادها خارج الصالات الرياضية ضمن طلة أنيقة وعصرية. فهل نجحت المشتركتين بنقلها إلى بعد مختلف؟ كان أمامهم 20 دقيقة وإمكانية إدخال 7 قطع إضافية إلى غرفة تبديل الملابس. شيرين، صرنا بالتحدي الأخير، اعطينا رأيك بالتنسيق اللي سوته آية للجامبر. صراحة هي السواتر لحالة، هني السترايبس لحالة قوية، فمع هدول البانتس بالذات كتير قوية للنظر، مع البيرس مع الشو تو ماتش يعني. وكل واحد المشكلة انه غير ألوان بعض، ما في شي ضابط مع التاني.
بس خدي كل قطعة لحالها حلوين، بس مع بعضهم بوجعوا العيون صراحة. لما أنت نفس الرأي؟ إيه أنا نفس الرأي، وبالنسبة للألوان، بالنسبة للستايلينج، وبالذات كمان قصة البنطلون ما كتير زابط عليك، عطتك حجم زيادة، فوليوم زيادة، يعني هيدي من ناحية الفيتينج. وبلاس الألوان كتير قوية، كان فيكي تلبسي شيء تهدي تخففي الأكسسوريز، تلبسي شيء يهدي من قوة الستراكس بالتيشيرت. رحمة انطينا رأيك؟ ما حبيت الكومبينيشن لأنه كتير أصفر 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 وكتير ديتيلز، الشنطة، الخطوط، العيون، حتى الكاب اللي على راسك فيها كتير تفاصيل، كان لازم تختاري ألوان تهدي أكتر، وكان بحب أنه تكون السويتر بطريقة تانية، يعني مش بقلب البنطلون. آيا، I think هي السويتر نفسها أو الجمبر حالاتها لو تبسطيها، لأنه already بيها سترايبس، already بيها لون يعني pop of color اللي هو أصفر، فما كان يحتاج أنه يعني بتخليها details هواية، فأحس لو مبسطتها كان طلع اللوك أحلى. هو كتير قوي، بس انا بحب الطلات تبقى، انا قلت لك من الاول ان انا اوفر. انا عجبني الطلة، يعني انا مثلا لو هخرج هنزل كده، يعني مثلا ممكن مثلا اغير في الشوز والشنطه، كنت عايزه اغيرهم خليهم ابيض خالص، كنت عايزه اخليهم ابيض، بس ما وافقش معايا في الاختيارات. بس خير يعني. رحمة، شو تعليقك على الستايل اللي اختارته رنا؟ كثير حبيت سمبل، ستريت تو ذا بوينت، حبيت انه رفعت شعره و very casual yet يعني فيه شيء trendy، الشوز، البوب اوف كولر، الشنطه اللي حملتها كثير حبيت، حتى الايرينجز اللي حطيتيها فيها لمعة، انا بحب هالكومبينيشن، يكون في شيء casual بس في شيء vintage. Very nice. لما شنو رأيك؟ كمان اللوك سيمبل ومهضوم. أنا كنت أفضل يمكن كمان غير باك، ما ضروري ترجع تقوي الأصفر again، بس it's fine it's nice. وكمان نفس الشيء الستيل كله على بعضه، من ستيل الشعر الكاجوال من فوق لتحت موافقة فيه. شيرين، حبيتي اللوك؟ أنا بوافق أنا الرأي، سيمبل and nice، بس تعليقي على الباك يمكن كان فيه يكون لون أغمق شوي، بس غير هيك الشعر، الجينز، حتى السنيكرز كتير حلو. رنا، كلنا حبينا الستايل، اعتقد انه مصغرج طالع يانج وفريش، وبنفس الوقت مبينه يعني جمال الجمبر لانه ما مزيده هوايه تفاصيل عليها، فاعتقد لوك موفق. اكيد رايهم كتير كان المره دي حلو بنسبة 99%. أوكي، يعني أنا مرتاحة مبسوطة من رأيهم. حبيت الستايل المرة دي، حسيت الكاجوال فيها كتير كويس. قدم الحكام تعليقاتهم واستمعنا لآرائهم ونصائحهم، وقبل بدء المشاورات لاختيار الفائزة جولة سريعة على الطلات السابقة لكل مشتركة. صرنا بالقرار الأخير، لازم تختارون الفائزة بحلقة الليلة من ستايل مي. تعرف تختار لشكل جسمه. قدرت أنه دايماً عم بتحاول. أسلوبه كتير بيعبر عن شخصيته. الحد الفاصل بين الفوز والخسارة الليلة هو النجاح بإبراز هوية خاصة وشخصية متميزة من ناحية تنسيق الطلات تبعاً للتحديات المختلفة، وهذا النجاح ما حيكون وليد الصدفة، وإنما هو إثبات على تمتع الصبية بالقدرة على تحويل كل تحدي إلى طلة ملفتة ومحط أنظار نالت إعجاب الحكام تباعاً. اختيار مشتركة حتى تكون الفائزة ما يعني أبداً أن المشتركة الثانية ما تتمتع بأسلوب جيد وقدرة على تنسيق الطلات الناجحة، ولكن ببساطة ما كانت الأفضل الليلة. تشاور الحكام، قيموا الطلات، وضعوا الإيجابيات بكفة والسلبيات بكفة أخرى، وبالختام مالت كفة الميزان إلى صبية واحدة. الفائزة الليلة معانا بستايل مي هي ما بين آية ورنا. أكيد التوتر مبين عليكم أنتوا الاثنين، بس حسب قوانين البرنامج واحدة من عندكم فقط هي اللي حتفوز، وحسب قرار الحكام
ستارة، والفائزة الليلة هي رنا. ألف مبروك لرنا. جائزتها عبارة عن قسيمتين شرائيتين، الأولى بقيمة 2000 درهم مقدمة من محلات روبنسونز، والثانية بقيمة 3000 درهم مقدمة من علامة بوكا أند بوكا. إلى اللقاء. طبعا أنا مبسوطة كتير إن أنا ربحت، بس ما كنتش متوقعة في أول البداية أول ما جيت إن أنا هكسب خالص، بس في آخر مرحلة ابتديت أحس إنها ابتديت أخد نفسي. طبعا مبسوطه كتير. في بدايه المسابقه انا جيت عشان اخد فكره واحسن من اللوك تبعي، بس انا مبسوطه جدا لان فعلا خدت خبره، وفي نفس الوقت مبسوطه بالجائزه، ومش عايزه اصدقائي اللي كانوا معايا في المسابقه يزعلوا. انا وانتوا واحد اكيد. بقول لكم ميرسي.